السلام عليكم شباب، خلي اليوم اسالكم على مراجعه الجهاز مشهور كلش وصار قديم واللي هو الايفون 12 برو ماكس. طبعا هو صار لكم عندي ولحد هسه انا مسوي له مراجعه، فقررت هسه اسوي له مراجعه. طبعا هذا اكيد فاتح الكرتون على مالتي، فهو هذا هو الجهاز. طبعا اول شيء نعطيكم فد نظره اوليه عليه، خلي شوي نزوم، شوفوا هاي كاميرته. طبعا نلاحظ انه ايفون او شركه ابل العفو زودت البروز مال الكاميرا مالته، وتوقعنا انه راح يكون في الزوم قوي كلش بيه، لكن على ارض الواقع ايش قد صار الزوم مالته؟ الزوم صار مالته حط لك عدسه اللي هي 2.5 الوايد، وايش قد صار هنا 12 الزوم مالته الاوبتيكال، يعني ما سوى فرق كبير. لاحظ انه صار بيه في التغير بالشكل، مثل ما تشوفون هنا شكل مالته صار مثل الايفون 4 او الايفون 5، صار يعني نوعا ما شكله حاد مثل المستطيل. شوف حتى الجهاز ما لحقت انظفه، شوف شلون صار شكله، يعني نوعا ما شكله لطيف او حلو. لازم تبي الايد مات يعني مو كلش حلو، انا راح تكون بزوايا. وطبعا اول ما نزل قالوا انه ناس تجرحت من عده ومدري شنو، لكن انا استعمله طبيعي راح يصير لي سنه وما بي اي اشكال الجهاز عندي. بعد شنو عندكم بالله بي؟ لاحظ انه نفس التصميم القديم للايفون، يعني نفس الايفون 11 برو ماكس. شوف هذا 11 برو ماكس نفس الشكل ما تغير، يعني اكو تغيير بس تغيير بسيط. كاميرا تحط لك هذا السنسر اللي هو احنا كنا عبالي يحطون كاميرا رابعه وبس سنسر. عندك بعد هنا عندك هذا الشكل مثل ما تشوفون الاختلاف بالشكل اللي صار بيه. وبعد هذا الايفون مثل ما تشوفوه هنا مات من جوا، نشوف انه مال سماعه الصوت اللي راح تكون ستيريو هنا المايك، هاي الشاحنه مالته طبعا جت 20 واط، مثل ما تعرفون جت الكرتونه بلا ملحقات مالته، يعني جهاز وكيبل بس. المعالج مالته باينك اي 14، واللي هو راح يكون يعني على اساس راح يسوي فد تغيير كبير بين ال 11 برو ماكس وال 12، لكن على ارض الواقع ما تحس فد فرق. هاي السنه مثل ما تشوفوا الجهاز. وبعد شنو بالله عندنا بي بعد؟ الو صباح الخير مره ثانيه، استعرضكم الخامات مال 12 برو ماكس واللي هو ملك الساحه وارغب الاجهزه بالسوق، ملك التفياك والكشخه 12 برو ماكس. مثل ما تشوفوا الخامات مالته يعني حلوه لطيفه، زدت زواياته حاده، هاي الكاميرات مالته صار البروز من عالي نوعا ما. هذا تشوفوا بعد عندك الاطار مالته صار حاد كلش، شوف الاطار شلون صار حاد، لزمته حلوه نوعا ما. طبعا اللون الازرق هو ارغب لون بيه، البلو مدري شنو هو، لازمته يعني نوعا ما حجمه كبير 6.7 انش حجم الشاشه مالته، فانا ايدي عملاقه فنشوف انه اقدر استعمله بشكل طبيعي، لكن على ارض الواقع هو حجمه كبير للناس اللي ايديهم صغار او ايديهم متوسطه، يعني انا ايدي حجمها كبير فاذا اقدر استعمله بشكل طبيعي اقدر انزل بحجمه.